السلام عليكم. نزحوا من الخطر فواجههم خطر آخر، نزحوا من خطر الوقوع في مناطق المواجهات في مديرية موزع وتوجهوا إلى منطقة ظنوها آمنة في مديرية المخا بعد مغادرة ميليشيا الحوثيين لها، وما هي إلا أيام قليلة حتى انفجر لغم بأحد أطفال الأسرة. لغم ظن أنه لعبة لكنه كان اللعبة الأخيرة التي لمستها يده. قصة الطفل عبد المجيد عبد زعتري وأسرته في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. كنا من أول في موزع تمام، قبل الله كذا ونزارع ونطلب الله وذا، ما أنها ودخلوا الحوثيين وذا ما عاد فيش لا أعمال ولا في حاجة ولا تكسر على الترع معنا أصلا، كله صلبطة كله ذا. المهم أنك خايف هو على نفسك على ذا، يلا تشت ورا لك ولا تخرج ولا حاجة، تشت طلب الله تعرف شي ذا. رجعنا ما تحرر هنا، نزحنا ثاني لهنا. ما الشغل هو ذا ما معناش لا شغل ولا حاجة، كنا نشتغل في مزارع هناك وذا، ما هنا ما في شغل. لا أنا شغلي أشتغل سواق بعض الأوقات بس. هذا الحويتاب والغام والسبب أن هذه يدي راح من سبب الحوادث. لما كنا نمشي هنا نمشي هنا الحابة ذا، بعد دخلت العمارة لقيت جهة لا يلعبوا، كنت لعبت انا معاهم بعركه حاجه غريبه ما عارفهاش هذا انا ولا حاجة. ابري وزقتن له انا وكله، كنت ما خليش يخرج من اول ولا الدنيا عاد. وبعدين كنت له وصيت له محل هناك بيت خاله، وهو خرج له هناك كله وحصل قهل وذا وحصل هذا حصل لغم ذا، وكان مش داري انه لغم ولا حاجه، ريو في صفر كذا ويحسب منه حق صفر وحق كهرباء حق على ما كان شيء بعيد منه، كنا الصفر مدري كيف دقه مدري، وهو راح شلل لي يده كامل ورجله في صدره. المهم سلامات الحمد لله يعني ربك، بس عفوا اقول لك من اصحاب اهل الخير وذا. وبعدين حوينا يوم في المستشفى المغرب من الصباح من الظهر يعني الساعة 9 و10 كذا لا المغرب سدروا بنا عدن، هذا اللي وقع. بعدين حصلت لهم وقمت ألعب به وانفجر به، دخلت العمارة وحصلته وقمت ألعب به، وأنا مش داري بأنه لا ولا داري بأنه حي، قمت بعدين ألعب به وانفجر. وبعدين أتوا الناس يعفونا يمروا بخير وبزونا كذا نمشي. والله أنا ما سمعت أنا سمعت القارح لا هنا حتى وذا، وما أناش داري حتى إنه ابني، وخرجت يعني قري كذا استقمت هنا لو يقولوا لي أبناك 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 أبناك، بزيت حق الشميز وعلى المشفى قري قريت لا هناك تحت، حصلت الإمتر وركبت لا هناك تلقيته يداته كذا يده كذا ما في باش لا صبع ولا في باح. يعني كنت ما أقول لك يلعب وكي وذا وصاح ما تشوف انكذونا قطع خلاص. قلت الحمد لله قدروا الأطاف يعني ما. قارح ولو وذا خلاص صعفونا، بعدين بعدين صدروا بعدين على طول. اي باخذ يعني كذا تكونوا هاربوا وخايفوا وكذا وتجيش تأمان في مكان تحصلون حيثون كنت زرعوا لك في حاجة اللي ترعبك حيث زيادة زيادة، كذا تهرب من هون يعني تقول انك نجيت من هون تجي تلقى حق هون السم حيثون تروح لك في الأرض حيث يغرسوه هنا ويغرسوه هنا ما يخلوش يعني لا مواطن ولا يلزم لازم للشعب من شك يعني هن بلا بلا المواطن يطرحوا الغم في الخط للناس اللي تمشي والذي معه متور والذي معه يعني كانت لا متورات اللي يعني بعدين ما كسلناش حتى عاد نرجع كذا كجينا لهنا على ما هذا وقلنا خلاص وصيت انا حتى بعد القهال جبتهم لهنا. انت عملتها لا من المشاهد اي ذروا بيوتنا كلها دحين وبزوها معاهم دحين يمكن فيها هنا في بيوتنا يعني شلحوها مشلحها. المهم ولا حتى كنا معانا مصروف معانا ذا معانا ذا ولا خلوا احنا نبز حاجه يلا برواحنا هربنا.
تنكنا ماشي من ولا من البيت حكنا للغرافي، من الغرافي بعدين ركبنا ولا هنا مشينا من عند من الحوثيين لحتى وصلنا عند المقاومة ماشي، اللي معه غنم يكب حقه واللي معه بكار واللي معه ذولا حتى تبارحنا منهم، وبعدين ركبنا مع القومات مع ذا وقوا بحنا لا هنا. والله تركت إلا مصروف وكذا في البيت يعني طعام وذا حبة كلها وكذا ما عاد رحناش، ما خلحناش عدنا دخول الحين، حتى لا في واحد الحين شيء يروح ولا كذا ما يخلوش يروح. اللي يروح على القرية حكنا نهائيا البيت يعني ما حد يدخلها من المواطنين، ملغمة ملغمة وكله يعني حواجز كله ملغمة، زي ما كان يقرب على سنة موقع على طول يلغموا هذا تم على الله، بعدين تروح كذا اللي شيء يكتب الله ما ينكذب ما يرحموش يلغموك، هنا تقزع وهنا تلقى لغم بعد ما تقزع ثاني مرة خلوك تأمن ويضر حولها كذا يرو مواطن حتى اللي يقزع ولغم ولغم ضلع في ضلع البيت. في مليان اللي هذا بس طاحوا اظنك من جنبنا من كذا يعني اللي في الخط ده اللي كنا نقزع فيه هنا مليان اسحاب متورات واسحاب وبوابير وهذا في الفرعي هنا في ال واحد كرح بلغم وقطع رجله، واحد كرح بلغم ومات فوق متر، واحد هناك من جنبنا من اصحاب البلاد. ايوه يمكن اللي يكتب بالله احنا احنا وذا يلا نقاتل القوت الضروري. هل ما في الاجل بهذا العلاج؟ كنا لا كذا يعني لا يصل نصلح له كف يدي كذا كف بدل الكف ذا اللي ذا يد صناعية يد صناعية. اي والله اقول لك رجله عادة تحتاج لعملية عادة مشوهة تكم منها وارمة يعني تقي حبتين ذا تشي عملية وذا ما فيش امكانية تقول لك وذا ويدو حيثها مشوهة معني مقمعات شالا يد صناعي يعني والظروف تعبانة. يلا خلاص خارج كذا اختم انقرح كنا خلاص روحنا لهنا والحمد لله جلسنا وما عاد لحم من حتى خلاص كذا حنا جلوسين هنا وخايفين ما تتحرر موزع نروح ان القوم ونا من ذا ما نشتيش تروح عاد لم يتحقنا خايفين من الأغرام حقهم. هذا المواطن وآلاف النازحين يخافون من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم حتى بعد مغادرة الميليشيا لها، فالميليشيا الحوثية لا تغادر منطقة إلا وخلفت وراءها تركة ثقيلة من حقول الألغام تتفنن في صناعتها ثم في زراعتها، فلم تكتفي بوضع الألغام تحت الأرض بالطريقة التقليدية بل تربطها بأوتار وخدع وأشراك، ووصل بها الإجرام لدرجة ربط بعض الألغام بأشعة الليزر لتنفجر بمجرد مرور شخص أو كائن جوارها. مشاهدينا الكرام، جريمة زراعة الألغام في مناطق المدنيين، مسؤولية توعية المواطنين، علاج الجرحى، مواضيع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري. تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفصل. تعزت القرية حرب، أنا كنت بالضحي هربت لبرباشة حرب عشان بالحصاب قاموا داق داق بيت الحصاب، ورجعنا للبيت حقنا الحصاب قاموا داق داق وهربنا لبرباشة نرجع لا الحصيب خربنا البرباطة نرجع الحصيب.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري. مرحبا بك سيد عمر. مرحبا بكم، مرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بقناة بلقيس وجمهورها الكريم. لا تغادر ميليشيا الحوثي منطقة إلا وتركت فيها يعني حقولا من الألغام، كيف يمكن قراءة هذا الوضع وهذه الاستراتيجية التي تتخذها هذه الميليشيا من وجهة نظر قانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم أولا على الشهداء والجرحى، ونترحم أيضا على الشهيد يوحنا الذي استشهد في مدينة تعز أثناء عمله الإنساني والحقوقي. في البداية أخي الكريم، نقول أن ميليشيا الحوثي وقوات صالح ارتكبت جرائم مروعة وجرائم فظيعة، جرائم غير مسبوقة في التاريخ اليمني، وأيضا يمكن القول بأنها على أعلى مستوى من الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على مستوى التاريخ. ارتكبت ميليشيا الحوثي وقوات صالح جرائم زراعة الألغام بشكل مروع ومكثف في مدينة تعز، وهي من أكثر المناطق التي تم فيها زراعة الألغام، على اعتبار أن هذه المدينة فيها العديد من الجبهات، جبهات القتال، وتستخدم هذه الألغام من قبل ميليشيا الحوثي بشكل كثيف وفي جميع المناطق التي تعتقد أنها يمكن أن تنسحب منها، بحيث تشكل خطرا على الأهالي وعلى المدنيين وعلى الناس بطريقة لا يمكن وصفها إلا بأنها انتقامية ضد المجتمع وضد مدينة تعز بشكلها بالإنسان، وضد الحيوان، وضد كل ما يمكن وكل ما ويمكن اعتباره يعني شيئا مروعا هذه. نعم. الجريمة قانونيا كيف ينظر إلى هذه، لأنها مستمرة سيد عمر، لأنها جريمة سوف تستمر لعشرات السنين، ربما لن يتوقف ضحاياها على الإطلاق مهما بذلت جهود في مكافحة هذه الجريمة وانتزاع الألغام. قانونيا كيف يمكن النظر إلى هذه الجريمة من وجهة نظر القانون اليمني، القانون الدولي؟ من وجهة نظر قانونية، هذه الجريمة تم تشكيل قانون أصدره البرلمان اليمني عام 2005، قانون يجرم زراعة ونقل وتبادل الألغام الفردية، وهذا الأمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وجاء عقب اتفاقية أوتاوا التي صادق عليها البرلمان اليمني أيضا عام 1998. نعم. وهو الأمر الذي يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون اليمني، جريمة لا تسقط بالتقادم، جريمة مستمرة يمكن وصفها بأنها جريمة لا تتوقف بانتهاء الحرب وإنما تبقى مستمرة على الدوام. نعم. وهي أيضا في نظر القانون الدولي جريمة يمكن وصفها بأنها جريمة من الجرائم، جرائم الحرب وجرائم الموجهة ضد الإنسانية وضد المدنيين، وتعتبر من الجرائم الموجهة جريمة انتقامية، وهي مدانة في كل الشرائع وفي كل الاتفاقيات والقوانين الدولية. نعم. بالنظر إلى ما تخلفه هذه الجريمة، جريمة زراعة الألغام، من تبعات إنسانية دامية على البشر لسنوات بعد الحرب، كيف يمكن وصف هذا الأمر بدقة في ظل انعدام يعني الإمكانيات؟ ظلت اليمن تعاني من ما زرع خلال حروب الشطرين التي توقفت عام 1982 إلى سنوات يعني قريبة، كيف تتوقع أن تستمر هذه المشكلة الآن؟ هذه المشكلة كبيرة وكبيرة جدا، هناك دول تعاني، لا زالت تعاني من آثار الحروب القديمة، لا زالت تبعات الحروب في الدول التي توقفت فيها الحروب منذ عشرات السنين تعاني من تبعات جرائم زراعة الألغام، وفي اليمن لا هناك لا زالت حقول ألغام، وهناك أيضا نسمع عن ضحايا إلى وقت قريب منذ أحداث السبعينات ومنذ أحداث حرب 94، وفي هذه الحرب زرعت الآلاف ومئات الآلاف من الألغام الفردية والألغام المضادة للدروع، زرعت هذه الألغام في شتى مناطق اليمن وخاصة في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. بالضبط. هذه الجريمة مستمرة بشكل كبير، لن تنتهي بانتهاء الحرب، هذه الجريمة تأخذ المدنيين وتقضي على الأطفال خاصة والنساء والضعفاء،
وهم المستهدفين من هذه الجريمة. عندما يزرع الحوثي هذه الألغام يعلم يقينا بأنها بأن المستهدف من هذه الألغام هو الإنسان بشكل أساسي بما فيها الأطفال والنساء وليس فقط المقاتلين. وبالتالي فإن الوصف القانوني لمثل هذه الجريمة هناك قصد جنائي وإرادة لقتل الإنسان بشكل أساسي عند زراعة هذه الألغام. وبالتالي هذه الجريمة لا تتوقف، هذه الجريمة مستمرة، هذه الجريمة مدانة، وبالتالي أثرها كبير على الإنسان وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى جميع وحتى الحيوانات. نعم، خاصة أنها تزرع بشكل عشوائي وبدون خرائط، يعني حتى استخدام هذه الجريمة يعني بين المتقاتلين يتم وفق قواعد معينة، لكن جماعة الحوثيين يعني متحللة من كل التزام. سيد عمر، كانت اليمن قد وقعت على اتفاقية حظر الألغام عام 97، وظلت الدولة تعمل مع الجهات المانحة لزمن طويل في سبيل التخلص من مخزون الألغام. قبل أيام صرح أيضا رئيس الأركان اللواء العقيلي بأن ما زرع في اليمن يعد ثاني أكبر عملية زراعة ألغام يشهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. برأيك من أين ظهرت هذه الكميات الكبيرة من الألغام؟ هل هي مستوردة مصنعة محليا؟ من أين جاءوا بكل هذه الكميات؟ الواضح أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يكن مخلصا ولم يكن صادقا عند التوقيع على هذه الاتفاقية، ومعه الحكومات التي كانت تأتمر بأمره لم يكن صادقا عند التوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقية أوتاوا، بالتخلص من الألغام ومخزوناته الكبيرة لدى الجيش اليمني. نعم. وبالتالي ظلت هذه المخزونات لدى الجيش اليمني، واستخدمت أيضا عندما سيطر الحوثيون وبالتعاون مع قوات صالح على مخازن الجيش وعلى الدولة ومفاصل الدولة، استخدمت هذه الألغام في الحروب التي تقام حاليا في جميع أنحاء اليمن. هذه الألغام لم يتم التخلص منها وفقا للالتزامات والتعهدات التي فرضتها اتفاقية أوتاوا، وبالتالي يتحمل النظام السابق مسؤولية عدم التخلص من تلك الألغام المحرمة دوليا، وبالتالي يكون استخدامها من قبل الحوثيين بالشراكة مع النظام السابق الذي لم يتخلص من هذه الألغام يعتبروا شركاء في هذه الجريمة. إضافة إلى أن هناك من خلال الرصد ومن خلال التتبع من خلال التقارير التي تنشرها لجان الجيش التي المهتمة بنزع الألغام، هناك ألغام صنعت في اليمن، هناك ألغام مصنعة محليا بطريقة يعني القصد منها إيهام الناس بأنها يعني على شكل أحجار وعلى شكل حتى أن الزيارة الأخيرة وآخر فيديو سيد عمر ظهر فيه ما يسمى رئيس المجلس السياسي للحوثيين الذي يعني لقي حتفه مؤخرا صالح الصماد، آخر زيارة له كانت لورشة لتصنيع الألغام وآخر فيديو نشر يعني، وكان هذا أمرا لافتا. بالعودة إلى قصة أو إلى تفصيلة أن هذه الألغام والأجسام المتفجرة تأتي على شكل ألعاب وأجسام مموهة وأحجار كما ظهرت في أكثر من قصة ومن حادثة ومن يعني جريمة، ألا تعد هذه جريمة إضافية تبالغ في قصدية الجاني؟ نعم أخي الكريم، هذه الجريمة وهذا التصور الذي تم على يعني صناعة الألغام على شكل مواد لإيهام الناس، هذا يعد يعني تشديد للجريمة وتأكيد على أن القصد هو اغتيال وقتل الإنسان على مدى العصور، على مدى السنوات القادمة. نعم. هذه الأشكال لا يقصد منها فقط التخلص أو أهداف عسكرية أثناء المعارك، وإنما لبقائها وإنما لإيهام الناس وحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا. الألغام تعتبر هي السلاح الوحيد الذي يستمر بالقتل عقب انتهاء الحروب، يسمى سلاح الجبان. نعم. التفنن باستخدام هذه الألغام وتشكيلها يعتبر هدف يعني يعتبر جريمة مشددة وجريمة إضافية، إضافة إلى تصنيع هذه الألغام والاحتفاظ بها واستخدامها في المناطق المأهولة بالسكان التي تشهد معارك حاليا. نعم، كما أن يعني تشكيل الألغام والمتفجرات على شكل دمى وألعاب للأطفال بالتأكيد لا تستهدف المقاتلين، لماذا تظل هذه الألغام يعني الأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة في مناطق سكن المدنيين بعد خروج الميليشيا
وانتهاء العمليات أو المواجهات، أليس من واجب الجيش الوطني تأمين هذه المناطق، نزع الألغام منها، خاصة وأنها قد تكون يعني أماكن معروفة ومكشوفة للخبراء؟ بالنسبة لطبيعة المعارك التي اندلعت ونتحدث عن المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى، هذه المعارك شنت على المدينة وعلى المناطق المأهولة بالسكان بقصد فرض السيطرة عليها، وبالتالي أصبحت هذه الجنوبية والوسطى من مدينة تعز. سيد عمر الناس. سيد عمر، تقصد المناطق الجنوبية والوسطى من مدينة أو من محافظة تعز؟ المناطق الجنوبية والوسطى بشكل عام، وأخص أيضا مدينة تعز ضمن هذه المناطق التي كانت هدفا للالاف ومئات الالاف من الالغام. نعم. في مدينه تعز تحديدا معظم جبهات القتال هي مناطق مأهولة بالسكان، ياتي هذا نتيجه ان العدوان الحوثي جاء على المدينه وبقصد السيطره عليها، وبالتالي تشكلت المقاومه المسلحه، المقاومه الشعبيه. نعم. ومن بعدها الجيش الوطني نتيجة لذلك للدفاع عن المدينة، وبالتالي هذه المناطق المأهولة بالسكان هي ساحة المعركة، وبالتالي تم زراعة الألغام فيها وحقول الألغام غير التي لم يتم زراعتها على شكل خرائط وبشكل ممنهج وبشكل عسكري وفقا للأعراف العسكرية. نعم. هذه المناطق أصبحت أفخاخا للمدنيين، وبالتالي عند عودة المدنيين عقب تحرير هذه المناطق خطر كبير على هؤلاء السكان، وبالتالي الواجب الآن على شعبة نزع الألغام لدى قيادة المحور والجهات المخولة باتخاذ الإجراءات ونزع الألغام عليها واجب إضافي وأعباء إضافية، ونحن ندرك أيضا صعوبة هذه المسألة في ظل انعدام الأدوات اللازمة لنزع الألغام، وفي ظل نقول أن هذه المعاناة التي يعاني منها أيضا المؤسسات في تعز من شحة الإمكانيات، هناك صعوبة في نزع هذه الألغام، ولكن يلاحظ أن هناك جهود يشكرون عليها في نزع الألغام وفي محاولة تأمين هذه المناطق، ولكن عدد الألغام يفوق بكثير قدرة هذه المؤسسات على نزع الألغام، ويحتاج إلى تدخل ويحتاج إلى دعم دولي وحقوقي مساند إلى هذه. نعم. الحملات الميدانية لنزع الألغام، بالتالي وأيضا توعية المواطنين إلى خطورة العودة إلى مناطقهم عقب تحرير. نعم. دعنا ولكن دعنا نبقى قليلا يعاني. سيد عمر، دعنا نبقى قليلا في مسألة الدعم الدولي، كيف تنظر إلى تمويل الأمم المتحدة بمبلغ 14 مليون دولار للحوثيين لجهود نزع الألغام؟ نعم سيد الكريم، من خلال أي متابع للوضع اليمني يدرك أنه لا يوجد طرف يزرع الألغام في اليمن غير الحوثيين، الحوثيون وقوات صالح هم الوحيدون المدانون بجريمة زراعة الألغام وفقا للشهادات وفقا لحقول الألغام التي يتم كشفها ويتم رصدها ويتم نزع الألغام منها عقب انسحابهم منها. نعم. هذه نستغرب هذه الخطوة من الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية أن تدعم القاتل وأن تدعمه بأدوات يمكن أن يستخدمها في صناعة العديد من الألغام وفي تطوير قدراته على صناعة الألغام وقتل المواطنين. نستغرب هذه الخطوة ونعتقد أنها خطوة غير موفقة وتعتبر مساندة للجريمة، ونتمنى أن يتم تلافيها ودعم المتضررين والجهات المتضررة من زراعة الألغام، وهي المناطق التي تم الاعتداء عليها من ميليشيات الحوثي وقوات. نعم. صالح. كيف أيضا يمكن النظر في هذه القضية إلى الصمت الحكومي إزاء هذه الفضيحة في رأيي، يعني فضيحة تمويل زارع الألغام بمبالغ يعني دعاوي نزعها فيما السلطات الشرعية تتفرج على الأمر، كيف يمكن تفسير هذا الموقف؟ السلطات الشرعية تعاني الأمرين، وهي أيضا جزء من هذه المعاناة، وهي أيضا ضحية، ولكن عليها واجب الإدانة، عليها واجب التحرك الحقوقي أمام هيئات الأمم المتحدة، وعليها واجب التعريف بمدى خطورة هذه الخطوة، بأنها سوف تستخدم وسوف يتخذ هذا الدعم لزراعة العديد من الألغام وصناعتها والتفنن فيها وابتكار أشكال جديدة بحيث تقتل المواطنين. الحكومة الشرعية صحيح أنها تعاني من قلة الإمكانيات، تعاني من لكن الإمكانيات تذهب أمام ناظريها إلى الخصم، ولكن عليها قلت أن الإمكانيات تكون دوليا وحقوقيا بشكل أكبر من الحكومة. نعم. الشرعية، ونتمنى على الحكومة الشرعية أن تقوم بواجبها وأن تقوم بدورها المطلوب لحماية السكان
وهو والعمل إدانات لهذه التصرفات التي لا يمكن تبريرها من قبل الممتحدة أو أي جهات تدعم الحوثيين بأي شكل من الأشكال. كيف يمكن توعية المواطنين وتحذير الأطفال من الاقتراب من هذه الأجسام المموهة والمغرية لهم؟ هناك جهود تقام حاليا من قبل منظمات ومن قبل جهات مدنية ومجتمع مدني، منظمات دولية، اليونيسيف وغيرها، تقوم بجهود توعية مشكورين عليها، ولكن الأمر يتطلب أيضا جهود إدارية عند تحرير المناطق بعدم السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم، وهذه أيضا معاناة أخرى بسبب عدم وجود مخيمات لجوء. يجب عدم السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم عقب تحرير المناطق المزروعة بالألغام إلا بعد نزع هذه الألغام وبعد القيام بكافة الإجراءات لتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم. نعم. لأن معظم المناطق التي تم تحريرها وتم نزع جزء من الألغام فيها اتضح لاحقا أن هناك ألغام ما زالت باقية، وأن المواطنين يقعون ضحايا لهذه الألغام، هناك مبتورين، هناك ضحايا، هناك معاقين، هناك شهداء، هناك ضحايا كثر معظمهم من المستضعفين من النساء. نعم. والأطفال، وهذه الأمور يجب أن يتم ترتيبها من قبل قيادة الجيش عند المعارك وعند تحرير المناطق بتأمين المواطنين بأكبر شكل ممكن. نعم، كما تفضلت يصاب كثير من المواطنين وليس لديهم أو لدى أسرهم الإمكانيات الكافية لعلاجهم، ألا يجب على السلطة الشرعية ضمان حق الضحايا في العلاج، ونعني تحديدا ضحايا الألغام؟ نعم أخي الكريم، يجب على الحكومة الشرعية مساندة الضحايا، هؤلاء الضحايا لا ذنب لهم ولا جريرة لهم، وهم من رعاية الحكومة الشرعية، ويجب عليها توفير الدعم والعلاج والمساندة الطبية، وبعد المساندة الطبية هناك معاقين يحتاجون إلى رعاية وتأهيل ومساندة مستمرة. نعم. نتمنى الالتفات إلى هذه إلى هذا الجانب من الملف الطبي، وهو المبتورين وهم المعاقين. نعم. وهم الذين يعانون الأمرين، ولا توجد أي خدمات لاحقة لهذا للعلاج، نتمنى الالتفات إليهم وعمل معالجات ومساندتهم ماديا ومعنويا وطبيا ونفسيا أيضا. نعم، في موضوع زراعة الألغام وعلاج ضحاياها، هل لديكم من رسالة أخيرة تستغلون بها هذا الحيز؟ رسالتنا إلى كل من يمكنه أن يكشف حقول الألغام أن يتقدم بما لديهم معلومات إلى شعبة نزع الألغام لدى قيادة المحور، إلى الجهات المعنية، سواء في تعز أو في بقية المحافظات، سوف يطاله هو العقاب، ولكن في جميع المحافظات. نعم. أخي الكريم، هناك حقول ألغام لا زالت تكتشف، وهناك ألغام لا زالت تتفجر حتى في عدن التي حررت قبل عامين. صحيح. هذه الجريمة مستمرة، وبالتالي لا يبرأ فاعل لهذه الجريمة من العقاب، ولن يبرأ من العقاب أمام الله وأمام الناس وأمام القانون إلا بكشف هذه الحقول ومساندة السلطات الشرعية بنزع هذه الألغام، وعمل تصور وخرائط لنزع هذه الألغام وتجنيب المواطنين من أذاها. نعم، المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفل عبد المجيد عبد زعتري، تم الرصد بأمان الله. Thank you.